السلام عليكم. تم صبيحة اليوم ببلدية واد السمار تدشين أول وحدة لإنتاج الأقلام الأنسولين بأيادي جزائرية 100%، والوحدة هذه تعمل بطريقة فول بروسيس، يعني كل الصناعة نتاع الأنسولين من الألف إلى الياء، يعني المراحل نتاعها تقام في الجزائر في هذه الوحدة الجزائرية اللي تابعة لمجمع بيو تيك، واللي الوحدة هذه هي المخصصة في الأنسولين، اسمها بيوكار في واد السمار، واللي تابعة لمجمع بيوكار اللي هو يعني أكثر موسع للأدوات الأخرى، وبطريقة الفول بروسيس، يعني كل مراحل إنتاج نتاع هذا الدواء تقام في المصنع هذا الجديد بواد السمار، ووفقا للمعايير والممارسات الحسنة للإنتاج المعمول بها دوليا اللي ما يسمى جي ام بي و اف دي ا، وتضم هذه الوحدة خط إنتاج بطاقة إنتاجية ذات فرقين، يعني زوج دفواويت تقدر ب 12 مليون علبة، أي ما يقدر العلبة فيها 5 أقلام، إذن 60 مليون قلم أنسولين، واللي الاسم يعني الأخصائيين تاعو يسمى أنسولين جلارجين، الأنسولين جلارجين، أو وكذلك فيه الأنسولين أسبارت، الأنسولين أسبارت، والأنسولين البشري، أنسولين إيمان. إذن هذا 3 أنواع نتاع الأنسولين اللي راهي سوف تنتج في هذه الوحدة الجديدة التي تم تدشينها صبيحة اليوم ببلدية واد السمار. وللعلم فإن هذا الوحدة تصنيع كذلك منتجات تكنولوجيا الحيوية بيوكير بيوتك، ومتخصصة في هذا الميدان. إذن وكذلك ليزيكيفالون ما يسمى بالبيو سيميلار، هذه المواد المخصائيين يعرفوها، يعني هذه خاصية من خصائص الشركة هذه اللي واسمها بيوتك واللي مقرها في واد السمار. إذن هنيئا بهذا التدشين الجديد، وإن شاء الله المزيد من النجاحات في ميدان الصناعة الدوائية في الجزائر، والسلام عليكم.